تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبمتابعة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت سباقات بطولة كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الدولية لسباق القدرة بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والذي يستمر حتى 20 من فبراير الحالي في قرية البحرين الدولية للقدرة، حيث أقيم سباق 40 كيلومتر تأهيلي بمشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات. وتشهد قرية البحرين الدولية للقدرة سلسلة من السباقات في بطولة كأس جلالة الملك المفدى للقدرة، أبرزها السباق الرئيسي لمسافة 160 كيلومتر، وسباق 120 كيلومتر للناشئين والشباب، و120 كيلومتر للعموم، والسباق العائلي للأنجال لمسافة 20 كيلومتر، وسباق 100 كيلومتر للعموم، وسباقات تأهيلية لمسافة 40 و80 كيلومتر. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بما وصلت إليه رياضة القدرة في مملكة البحرين بفضل الرعاية والاهتمام الذي تحظى به هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الموسم 2020-2021 شهد منافسات وسرعات عالية ومشاركة واسعة جدا من الفرسان والإسطبلات، وهو ما يؤكد تطور هذه الرياضة ونموها بشكل مميز. وقال سموه إن المشاركة الواسعة التي تشهدها البطولات دلالة على انتشار رياضة القدرة في البحرين وحرص الإسطبلات والفرسان على التواجد في المشاركة، وهو ما نسعى لتحقيقه دائما. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة كأس جلالة الملك المفدى للقدرة تعتبر أكبر وأغلى البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن اعتزاز وفخر الاتحاد الملكي لتنظيم بطولة كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الدولية لسباقات القدرة، ومشيدا بدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المتواصل والدائم الذي يساهم في تحقيق النجاحات المتواصلة لرياضات القدرة. وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة أن الاتحاد حريص على تنظيم البطولة بأفضل صورة وإخراجه بالمستوى التنظيمي المميز، خصوصا أنه يحمل اسم فارس المملكة الأول.